اخذ عليها ضرر وقضي عليها. عند الخضوة البوني تلقى روحك داير بحد الطريق وهم كيف يقضوا. يا محمود بسم الله الرحمن الرحيم. توفيق الحداد مدير فرع صندوق التضامن الاجتماعي جبل الأخضر، بناء على توجيهات السيد رئيس لجنة الإدارة بالهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي الأستاذ مصطفى الزعيبي، قمنا صباح هذا اليوم بتوزيع منفعة الأثاث الخاصة بأبناء المؤسسات الرعاية الاجتماعية المتحصلين على منفعة السكن من الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي. العدد المستهدف للاستلام 22 عائلة، شملت هذه المنفعة حجر نوم وغاز طهي، كذلك ثلاجة وأجهزة مرئية وبعض الاحتياجات الأخرى التي تعتبر من أساسيات في البيت. هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها توزيع مثل هذه المنفعة المهمة، ولن تكون الأخيرة بإذن الله. من خلالكم نتقدم بجزيل الشكر والامتنان والتقدير للسيد رئيس لجنة الإدارة بالهيئة العامة صندوق التضامن الاجتماعي على حرصه واهتمامه بهذه الشريحة التي تعتبر جزء لا يتجزأ من المجتمع الليبي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نشكر صندوق التضامن الاجتماعي ونشكر الأستاذ توفيق بأن الفترة اللي فاتت عطلنا أشقاق من صندوق التضامن الاجتماعي، واليوم بإذن الله تعالى أعطونا أثاث تاعت الأشقاق. بارك الله فيهم وجزاهم الله خير، مع عمره مش قصروا معنا يعني صراحة، والهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي بارك الله فيهم وجزاهم الله ألف خير إن شاء الله.